رحب بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيلي لومير، والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس: لنصلي معا لكي يعود جميع أسرى حرب غزة إلى بيوتهم. بطاركة ورؤساء كنائس القدس قلقون بشأن فرض ضريبة عقارية على الكنائس. البطريركية اللاتينية تدين عملية القصف الجوي الإسرائيلي لمدرسة العائلة المقدسة في غزة. وفيها أيضا: إرساء الاستقرار المادي في المجتمع المسيحي، في حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلا بكم. بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي، حيا البابا فرانسيس المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس وقال: أنتم الذين جئتم في عيد القديسين بطرس وبولس، وأود اليوم أن تصل تحيتي إلى جميع الناس، ترافقها صلاتي من أجل العائلات المتألمة ومن أجل المسنين والمرضى والسجناء الذين يعانون من صعوبات لأسباب مختلفة. أتمنى لكل فرد أن يعيش خبرة بطرس وبولس، وتذكروا أن محبة يسوع المسيح تدفعنا لكي نبذلها بفرح ومجانية. وتابع الأب الأقدس يقول: أفكر بألم في الإخوة والأخوات الذين يتألمون بسبب الحرب، ولنصلي من أجل جميع الشعوب الجريحة التي تهددها الصراعات، ليحررهم الله ويعضدهم في النضال من أجل السلام، وأتمنى أن يعود جميع الأسرى إلى بيوتهم ويعم السلام الأرض المقدسة. اجتمع بطاركة ورؤساء الكنائس في الأرض المقدسة مع رئيس بلدية القدس لتسليمه رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتعبير له عن قلقهم إزاء الإجراءات القانونية الأخيرة التي تم اتخاذها بحق الكنائس من أجل تحصيل ما يسمى بالضريبة العقارية. وقد أكد رؤساء الكنائس خلال اللقاء موقفهم الثابت في أن مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب من قبل البلديات لا تتوافق مع الوضع الراهن وحقوق الكنائس المعترف بها منذ قرون، مشددين على أن أي حل للقضايا العالقة بين الكنائس والبلديات يجب أن يتم من خلال الحوار مع الحكومة التي لديها رؤية شاملة للقضية والعلاقات المعقدة. من جهة ثانية، أدانت البطريركية اللاتينية الغارات التي شنها الطيران الإسرائيلي يوم الأحد الماضي على مدرسة العائلة المقدسة في غزة. وجاء في بيان صادر: تتابع البطريركية بقلق بالغ الأنباء عن الغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي على مدرسة العائلة المقدسة، حيث تتضمن اللقطات والتقارير الإعلامية من المكان مشاهد لضحايا مدنيين وتدمير للمبنى، مع الإشارة إلى عدم وجود كهنة في المدرسة. وأضاف: نحن نواصل الصلاة طالبين الرحمة من الرب ومستمرون في الدعاء، ونأمل أن تصل الأطراف المعنية إلى اتفاق يضع حداً فورياً للمذبحة المروعة والكارثة الإنسانية في المنطقة. واستنكرت البطريركية في بيانها استهداف المدنيين أو أي أعمال عدائية لا تضمن حماية السكان وضمان سلامتهم. وختم البيان: نواصل الصلاة طالبين الرحمة من الرب، ونأمل أن يتوصل الأطراف إلى اتفاق جدي يضع حدا فوريا لإراقة الدماء والكوارث الإنسانية في غزة. على صعيد آخر، اختتم مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأرض المقدسة الرياضة الروحية السنوية التي أقيمت في الجليل. وفي لقاءاته مع الأساقفة والكهنة المشاركين، أشار الأب أمجد صبارة الفرنسيسكاني كاهن رعية القدس إلى أهمية التعرف على الكتاب المقدس ودور المرشد الروحي في حياتنا الكهنوتية، وكيفية بناء علاقات سليمة وكهنوتية، علاوة على أهمية التأمل اليومي في حياة الكاهن. كما تضمن برنامج الرياضة الروحية العديد من اللقاءات والصلوات المختلفة بحسب الطقوس الشرقية المختلفة. وفي اليوم الأخير من الرياضة عقد لقاء جمع الأساقفة مع غبطة الكاردينال بيير باتيسيا باتسابالا للتخطيط لبدء تحضيرات سنة اليوبيل للعام القادم في الأرض المقدسة. في مثل هذا الشهر من عام 2015، صادقت لجنة التراث العالمي على قرار تسجيل موقع عماد السيد المسيح المغطس على لائحة التراث العالمي، باعتبار أن الموقع من أقدس المواقع المسيحية في العالم. وأتى هذا القرار تتويجاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لبذل كل الجهود للحفاظ على الموقع وتعظيم قيمته الدينية والتاريخية عالمياً، ومن أجل دعم ثقافة وتراث الوئام بين الأديان، كونه مكان انطلاق الدعوة المسيحية بعد تعميد السيد المسيح على يدي يوحنا المعمدان. ونظراً لاعتماد معظم الكنائس المسيحية في العالم للموقع المغطس كموقع عماد السيد المسيح،
وافق الأردن على طلب 11 طائفة لبناء كنائس لها في الموقع، الأمر الذي ساهم إيجابياً بتسجيل الموقع على لائحة التراث العالمي. أصدر غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك القدس وسائر أعمال الأردن وفلسطين للروم الأرثوذكس مرسوماً بطريركياً يقضي بتشكيل المجلس المحلي لطائفة الروم الأرثوذكس في القدس برئاسة السيد حنا عميري وعضوية 7 من الشخصيات الاعتبارية والمؤسسات في القدس. وقد حدد المرسوم البطريركي مهام المجلس الجديد في تعزيز التعاون بين المؤسسات والجمعيات المقدسية ورفع شأن الرعية وحماية جهودها والحفاظ على مقدراتها، كما تضمن توجيهات غبطته بضرورة مباشرة الإجراءات اللازمة لإقامة مشروع إسكان وناد على قطعة من أراضي بيت حنينة في القدس خدمة لأبناء الرعية. العنصرة، عيد تأسيس الكنيسة، عنوان حلقة من برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل الحداد على فضائية نورسات، حيث استضاف البرنامج الأب الدكتور حنا كلداني أحد كهنة البطريركية اللاتينية للحديث عن معاني العنصرة كمحطة مفصلية في تاريخ البشرية وحضور الروح القدس ودور الكنيسة ورسالتها والوحدة التي حققتها العنصرة بين الشعوب، حيث أشار الأب كلداني إلى أن من أعمال الروح القدس أنه كان سبباً في وحدة الكنيسة ووحدة مؤمنيها. كونوا معنا. العنصرة، شو العنصرة؟ إيش كلمة عنصرة؟ نوضح لأحبائنا المعنى بالأول ثم المعنى. نعم، قبل أن نوضح المعنى نقول أي ملاحظة في أي وقت نضع أنفسنا تحت عمل الروح القدس، نقبل الروح القدس، نقبل سكن الروح القدس فينا وحلول الروح القدس فينا، احنا نعيش العنصرة. نسأل الله في هذه الذكرى المباركة لكل المستمعين، لكل المعتمدين باسم يسوع الذين اعتمدوا باسم الآب والابن والروح القدس وصاروا هيكلا للروح القدس، ان يعيشوا فرح العنصرة والوحدة التي حققتها العنصرة بين الشعوب، ونمتلئ جميعا من السلام، من الطمأنينة، من المحبة، ونشعر في نهاية المطاف إننا لسنا وحدنا في هذا العالم. مع كل ضعفنا البشري، مع كل إمكانياتنا المحدودة كأشخاص، كمجتمعات، كمؤسسات بشرية، روح الله يعمل فينا، لنذا روح الله يعمل فينا، ونرى روح الله يعمل بالآخرين. نعم. ونسعى للملكوت السماوات. نعم. لأن كلمة عنصرة كلمة غريبة نوعا ما في اللغة العربية. وهي معربة عن العبرية القديمة. من عصار وعسريت، وعصار وعسريت معناها اجتمع بمعنى الاجتماع. وهو اجتماع 50 يوما بعد الفصح. بعد الفصح عدد بكون فيه الفصح العبري بحدود نيسان، أول شهر نيسان تقريبا. الكلمة اجت عيد الحصاد وهو يقع 50 يوما بعد الفصح، وهو يربط بين الفصح العبري وبين المواسم الزراعية. لما بنحكي احنا 50 يوما بعد الفصح، يعني عم نتكلم عن شهر آخر 5 بداية 6 بداية الحصاد. فهناك كان يجتمع كعيد والعياد في العهد القديم، كما هي في العهد الجديد، هي فضاءات اللقاء بالرب لسماع كلمة الله. هي مواسم، كما أنه هناك مواسم في الزراعة، مواسم في العمل، هناك مواسم لقاء مع الله تسمى الأعياد. وفي العربية تم التركيز على كلمة اجتماع عسريت ومنهجة عنصرة. حلول الروح القدس الذي سماه السيد المسيح المعزي، المعزي المؤيد، المؤيد، هذا الحلول يعني حضور الروح القدس في الكنيسة بدأ واستمر من تلك اللحظة. نعم. شو علاقتنا احنا نحن كمؤمنين، ما هي علاقتنا مع هذا الروح من خلال الكنيسة؟ ما هي المنافذ التي نكتسب نحن فيها تعزيات الروح القدس وتأييد الروح القدس؟ كيف نأخذها كأبناء الكنيسة معتمدين؟ أولا، حلول الروح القدس في عيد العنصرة، نعم، عيد الاجتماع أو عيد الخمسين كما أتى في اللغات اليونانية واللاتينية ومشتقاتها، نعم، ليس الحلول الأول وليس الحلول الأخير، ولكنه الأهم والأبرز والذي نعيد له. ولكن نقرأ في التكوين، روح الله كانت ترف على وجه المياه، والله خلق الإنسان لما نفخ فيه من روحه،
ونقرأ في العهد القديم أن الله بالروح القدس أوحى إلى الأنبياء. يعني عندما قال أشعياء أين العذراء ستلد ابنا اسمه عمانوئيل، قال هذا بحلول معين بإيحاء من الروح القدس، وذات هذا الروح القدس حل على العذراء في البشارة، هو العامل في كل تاريخ الخلاص منذ بدء الخليقة إلى آخر الزمان. نعم، وحل على العذراء في البشارة، وقبل السلام الملاك وقال لها قوة العلي تضللك. نعم، الروح القدس يحل عليك، يحل عليك، فهذا حلول، وهذا الحلول حل خارجيا على المسيح في العماد. نعم، وحل على الآن على الرسل المجتمعين، وهذا الحلول الأقوى، ويحل علينا بالعماد في سر الميرون. نعم، في كل مرة تضع نفسك أمام الله، أنت عندما تقبل المغفرة، المغفرة في سر التوبة قائمة. نعم، على وعد الروح القدس. نعم، خذ الروح القدس، من أعطيتم الغفران أعطي لهم، أمسكتم عليه أمسك عليهم، ثمار هذه العلاقة إذن. نعم، ننالها. فالروح القدس يرافقنا في كل مراحل حياتنا. أقيم في محافظة الكرك المخيم الصيفي لمدارس الأحد بعنوان سلامي أعطيكم، وذلك بمشاركة ما يزيد عن 60 طالبا بالإضافة إلى مجموعة من مرشدي مدارس الأحد في الزبابدة فلسطين. تضمن برنامج المخيم الذي أقيم في مقر المخيمات الأرثوذكسية بمعين محاضرة لقدس الإرشمندريت سابا ولقاءات روحية من مرشدي مدارس الأحد، سلطت الضوء على السلام مع الأهل والأقارب والأصدقاء، وشارك الطلاب بالقداس الإلهي وبالترتيل بالإضافة للعديد من الألعاب الجماعية، علاوة على محطات ترفيهية وتعليمية وأنشطة تفاعلية وورشة الإشغال اليدوية التي تعلموا فيها صنع الفسيفساء. اختتم وفد رفيع المستوى من مجلس الأساقف الإيطاليين وكاريتاس إيطاليا زيارة إلى الأرض المقدسة، حيث التقى الوفد غبطة الكاردينال بير باتيسيا باتسابالا بطريرك القدس اللاتين، الذي عكس أهمية الجهود والعمل الذي تقوم به البطريركية اللاتينية لتعزيز سبل السلام والعدالة في المنطقة. وأكد رئيس الوفد الأب جبرائيل بأن زيارتهم جاءت للتعبير عن تضامنهم مع المتضررين من الحرب والفئات المهمشة ولتعزيز التعاون الأخوي من أجل خير الإنسان. وأضاف: ما شدني هو معاناة الناس في الأرض المقدسة الذين يكتنفهم شعور عام بعدم الأمان والخوف، ومضى قائلا: قبل كل شيء دعونا نفكر في غزة، ثم بتعزيز عمل الرعاية في بيت لحم والقدس، تلك المدينة التي تعاني أيضا من صعوبات مضنية بسبب الصراع القائم والمستمر. وفي سياق آخر، أكد السيد أنطون أصفر مدير كاريتاس القدس أن هناك حاجة قصوى إلى توفر الأدوية والخدمات الطبية والغذاء إلى سكان غزة، وأن الكثير من النساء والأطفال هناك يعيشون في حالة غياب أمن غذائي، وذكر بأن هذه الأوضاع تشمل أيضا الضفة الغربية والقدس الشرقية وبقية الأراضي الفلسطينية. ولفت أنطون إلى أن هناك كوادر يزيد عددها عن 75 شخصا يعملون في غزة، سواء في مجال الخدمات الطبية أو توزيع المساعدات والاحتياجات المادية. وفي حديثه عن الضفة الغربية والقدس الشرقية، تحدث أصفر عن تردي الأوضاع بشكل متزايد بسبب الحرب الدائرة في القطاع، وذكر مدير كاريتاس أن الحجاج يشكلون دعما للأوضاع الاقتصادية لكثير من العائلات المسيحية التي تعمل في مجال السياحة الدينية والأعمال الحرفية، داعيا الأبرشيات والرعاية إلى العودة للأرض المقدسة والحج إلى بيت لحم والقدس. تعتبر مغارة الحليب في بيت لحم من أكثر المزارات شهرة للسيد العذراء في الأرض المقدسة، فكل حاج بعد زيارته لمغارة الميلاد والصلاة فيها يتوجه لمدينة بيت لحم لزيارة هذا المكان المقدس والذي يعود إلى القرن الرابع الميلادي، ويسهر على العناية به رهبان حراسة الأرض المقدسة الفرنسيسكان. المزيد في رسالة الأرض المقدسة. من هذا المكان المقدس ومن هذه المغارة العجائبية، مغارة الحليب في بيت لحم، حين التجأت العائلة المقدسة إلى هذه المغارة لتبحث عن الحماية، كانت العذراء ترضع ابنها الطفل يسوع، سقطت بعض قطرات من الحليب فاكتست المغارة باللون الأبيض، وتحولت الصخور من اللون البني إلى اللون الأبيض حتى يومنا هذا. ومنذ ذلك الوقت وبشفاعة أمنا مريم العذراء ازدادت العجائب. أنا أبونا رامي من الأردن،
وعرفت انه هذا الريبورتاج رح يوصل وهي الرسالة رح توصل اولا الى اهل الاردن اللي بحيي اهلي وبحيي الجميع هناك بحيي نورسات اللي عم تقوم بهالرسالة العظيمة ومنطمنكم يمكن الحدود مش مخليتكم توصلوا ولكن إيمانكو بيجتاز الحدود وبيوصل وصلواتنا معكو لأجلكو على الدوام من هاي الأماكن المقدسة. هون بما أنه العذراء وماري يوسف كانوا لمدة ما يقارب السنتين في بيت لحم وتنقلوا في أكثر من مكان، هذا من أحد الأماكن المشهورة اللي إجت فيه واللي بدأت العبادة والتعبد في هذا المكان والصلاة في هذا المكان بحدود القرن السادس للتذكار العذراء مريم التي أرضعت ابنها، توقفت في الطريق وأرضعت ابنها وعاشت في هذا المكان. وبحسب التقليد العذراء مريم كانت بينما كانت ترضع ابنها وقعت بعض قطرات الحليب على الأرض، فالحجر صار كلياته بشكل عجائبي أبيض. ومنذ ذلك الحين الناس بتأخذ التراب الأبيض ومع صلوات خاصة يقودها الإيمان، وبشفاعة أمنا العذراء مريم وبقدرة الله تحدث كتير عجائب زي ما نحن منشوف. هذا لسه جزء بسيط من آلاف الأعاجيب التي تحدث يوميا في هذا المكان المقدس. فهنا وفي هذا المكان المتواجدين به وخلف كل صورة حكاية هو أرشيف موثق بكل العجائب، فيأتينا النسوة من كل أقطار العالم واللواتي حرمنا من نعمة الإنجاب يطلبنا ذرة التراب المأخوذ من صخر المغارة، وبشفاعة أمنا مريم العذراء وبقوة الإيمان وتعليمات كتبت على صورة مرفقة مع التراب ينلنا نعمة الأمومة وكذلك الشفاء من الأمراض المستعصية. هذا المكان يجدر بالذكر أنه القديسة ماري ألفونسين كانت كمان تتعبد وتصلي للعذراء مع مجموعة من النساء، وبهذا المكان ولدت جماعة سيدات وأنيسات العذراء مريم مغارة الحليب. هون عنا عينة كيف إحنا كوسيلة، التراب هو وسيلة الإيمان في الرب يسوع وبقدرته، وشفاعة العذراء هي اللي تعمل الأعجوبة لمن يحتاجها. فإذا الأعجوبة ليست الهدف ولكن هي ثمرة إيمان ومسيرة مع الله. فهون منشوف إنه تراب يعطى للمؤمن وبيشربوه مع الصلاة إلى العذراء مريم، وبفضله وفضل زي ما حكينا شفاعة أمنا العذراء الحنونة القريبة من أوجاعنا نحن البشر ومن ألامنا تحدث عجائب لا عد لها لتسبيح ومجد الله دائما. هنا قدمت صور وسجلات موثقة وقصص واقعية من كل العالم حصلت على نعمة الإنجاب للعواقر لتوضع في أرشيف دير المغارة الذي يحافظ عليها الأباء الفرنسيسكان. محبة الله زي ما بحكي يشعيا النبي لقد جعلتك نبيا للأمم. إذن الرسالة الله ومحبته اللي بتيجي بهذا المكان عم تشمل كل أنحاء العالم وكل الديانات بدون تفرقة لا بجنس ولا بدين، فمنشوف من جميع الديانات وخصوصي طبعا الشعب المسيحي اللي بيبعتوا من الهند من أستراليا من أمريكا من أي مكان من العالم بيبعتونا هالصور وهالشهادات الحلوة من الصين وغيرها اللي عندهم أطفال واللي نالوا شفاء الشفاء من المرض. هون منشوف كمان ناس من يافا من إحدى عجائب السيد المسيح والسيدة العذراء اللي حصلت لعائلة مسيحية في بيت لحم بعد مرور زواج تلك العائلة مرور سنتين، فأصبح القلق يصيب تلك العائلة، فقدوا الأمل في الإنجاب. لم يفقدوا الأمل ولكن بأمنا العذراء وبالسيد المسيح وسمعوا عنها فتوجهوا إلى كنيسة مغارة الحليب
وقاموا بما بكل تواضع وإيمان وثقة بالله وشربوا من تراب تلك المغارة فحضرت ومن بعدها مرور 8 أشهر أنجبت الأم 4 أطفال ذكور، وهذا كله بسبب قدرة وعظمة الله والتي تفوق كل بشر. وهذه الأيقونة الموضوعة بنفس المكان التي أرضعت فيها مريم العذراء الطفل يسوع يقصدونها الحجاج من مسلمين ومسيحيين لأخذ البركة والنعم الإلهية وذلك بقوة الإيمان. زي ما أنتم شايفين هلا الصلاة معمولة بواحد وأكثر من 21 لغة من كثر الطلبات اللي تجينا من جميع أنحاء العالم، ناس فاقد رجائها الوحيد بقي إنه تسلم حالها بين إيدين أمنا العذراء الحنونة وإيدين الرب يسوع الذي ولد من هذا المكان. من هذا المنطلق ندعوكم جميعا للصلاة وزيارة الأماكن المقدسة والتبارك فيها. عجائب الرب لا تنتهي، ولكن الأهم إنه يسوع موجود، محبته موجودة، وهو العمانوئيل أي الله معنا، الله القريب الذي لا يتركنا وحدنا في وسط الألم، في وسط الظلمة، في وسط الحروب والأمراض. وأمنا العذراء مريم ما نخاف طول ما هي أمنا اللي أسلمها الرب حياتنا من خلال إسلام لما حكى عن الصليب ليوحنا هذه أمك ويا امرأة هذه ابنك. فعشان هيك نطلب شفاعتها على الدوام. يمكن في احنا منمر في ظروف صعبة عالمية، من جوع، من حروب، من أشياء بتخوفنا، ولكن هذا المكان بذكرنا بين أماكن كثيرة إنه كلمة يسوع لا تخافوا أنا معكم حتى منتهى الدهر ولن يقوى عليها سلطان الظلام. عشان هيك لنتمسك بالإيمان بيسوع، ونحن أحوج في الظروف الصعبة للتمسك بهذا الإيمان أكثر من أي وقت مضى، وهو رح يكمل يفهمنا إنه هو العمانوئيل، هو الله معنا، هو الله قريب. للنورسات مارلين الحدوة من مغارة الحليب بيت لحم. ترأس غبطة الكاردينال لويس رفائيل ساكو القداس الاحتفالي بمناسبة عيد الرسولين بطرس وبولس بمعاونة عدد من الأباء الكهنة وجمع من المؤمنين. وقال غبطته في موعظته: ينبه يسوع منذ البداية أن اتباعه ليس سهلا وقد يتطلب مجهودا كبيرا، موضحا بأن الخلاص والحياة والسعادة تتطلب الكثير من الاهتمام والجهد والصبر والتحمل والصلاة، فالذين يخلصون هم الذين اجتهدوا في عيش إيمانهم بأمانة وثبات وتحملوا الآلام بسببه. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسم السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة، حلقة مميزة بعنوان إرساء الاستقرار المادي في المجتمع المسيحي، حيث تناولت الحلقة عبر استضافة على الهاتف مع السيد إلياس طوال حول كثير من العادات السلبية والإيجابية عند المجتمع المسيحي، وبالأخص العادات التي تشكل عبئا ثقيلا على الأسر خاصة في مناسبات الأفراح والأتراح، لكنهم بنفس الوقت حريصون على صلواتهم والشكر لله على عطاياه الكثيرة. فإلى هناك. اليوم أبونا حلقتنا بعنوان إرساء الاستقرار في المادي في المجتمع المسيحي. فالواحد لما بتطلع ممكن القراء يقولوا لنا شو هذا العنوان ومن أين المنطلق جاء. هلا احنا طبعا تعرفوا بمناسبات اجتماعية إن كان مفرحة أو إن كانت محزنة، وطريقة الصرف وطريقة الاحتفالات اللي عم بتتم وبتصير وطريقة الالتزامات الاجتماعية، وأحيانا بتكون هي مصدر فرح للبعض المقتدرين، ولكن أحيانا بتكون مصدر عبء للغير مقتدرين وبكون عبء مادي على المجتمعات. فنحن بفترة الصيف بتكتر هاي المناسبات، وكثير من الكهنة ورؤساء الكنائس والمجتمعاتنا الكليروس يتحدثون عن طريقة الصرف والبذخ
في هذه المجتمع المناسبات الاجتماعية. ونحن ما منقول ما تفرحوش، افرحوا، والمقتدرين حابين يفرحوا يفرحوا، لكن في النهاية في النهاية انت فرحك بيكتمل لما قريبك تشعر انه عم يفرح معك، لانك انت كمان نظرت له. فقريبك من هو قريبك انت بتحدده، هل هو قريبك يعني اخوك ولا ابن عمك ولا قريبك جارك ولا قريبك يعني ابعد من هذا المنظور. فنظر الى القريب دائما علينا ان ننظر له ويفرح معنا. فداع الآخرين كمان يفرحوا معك، مش بس انك فرحك يضل بس للخاصة تبعونك، لكن الفرح بيكون للجميع. دكتور، العهد القديم منذ سفر التكوين من تأسيسه، فكرة الإنسان من أول ما وعي حتى بالحضارات اللي مش مسيحية والثقافات الإغريقية الفرعونية الميدل إيست والفار إيست، الثقافات اللي لها مليارات السنين، كلها قامت على فكرة الإله اللي بيخوف وعشان نرضيه نعمل له عزيمة. كل كانت نفس الفكرة أنهم يجيبوا خروف أو يجيبوا كبش أو يجيبوا حيوان يؤكل لحمه بيذبحوه بيقدموه قربان للإله عشان يرضى عنهم. لما يصير فيضانات، لما يصير سيول، لما يصير يقول الله غضبان عليهم، لما يصير في محل، لما يصير الله غضبان عليهم، كيف الله بيرضى عليهم؟ بيجيبوا بيعملوا هالعزيمة، بيذبحوه بيقدموا بكل الديانات القديمة. وإجت اليهودية لم تحد عن الفكرة الأساسية تقديم القرابين والاحتفالات فيها. بنشوف إبراهيم قدم الذبائح، إسحاق قدم الذبائح، يعقوب اللي هو إسرائيل فيما بعد وأصباطه كلهم قدموا. لما أخذت الفكرة الرئيسية بالمسيحية إنه القربان والاحتفال والذبيحة الحقيقية هي بشخص يسوع المسيح، والاحتفال بالزواج والاحتفال بالعماد والاحتفالات اللي نعملها بالكنيسة، خطبة، زواج، عماد، كلياتها هي الجوهر. الاحتفال الأساسي فيها هي السر المقدس. نعم. طبعا سؤالك دكتورة يعني سؤال كثير مهم، لأنه حاليا عم بفوت أغلب العائلات معركة، خلينا نحكيها إذا صح التعبير. هي معركة يعني خصوصا هالفترة هاي من السنة. طبعا تأسيس عائلة هو شيء مهم، يعني خلينا نحكي في حياة الأهل حياة العروسين. هلأ اختيار منظم حفلات عنده مصداقية، عنده روح التعاون، بأنه الأرسال عندهم بجت معين، عندهم يعني أسعار معينة بدون مش يطلعوا عنها، يعني بدون أي منغصات إنهم بأنه لازم نعمل عرس كبير ولازم نعمل ندفع كثير حتى الناس ترضى علينا أكثر. نعم. هلأ يعني في هذه العقلية في موجودة. نعم. 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 صحيح دكتورة، احنا يعني حكم خبرتنا كمنظمين حفلات، انا الي 20 سنة بشتغل بهذا الشغل، حتى انا نقلت هاي الخبرة لزوجتي واولادي اللي حاليا معي واصبح سامي لبزنس. نعم. خلال هالفترة هاي اللي مرقت. نعم. الاغلبية لما بيجي عنا ببداية الارتباط اللي هو الارتباط الخطوبة، واحنا منكمل يعني بنشتغل الخطوبة ونشتغل الزواج. نعم. هلأ نسأل العرسان إيش البجت اللي حاطينه، إذا ما بدهم يسبحوا عن البجت ممكن إحنا نبلش ببجت كبير، ممكن نرفع إذا كان طالبين هذا هاي الطلبة. نعم. أغلبية العرسان يعني بروحوا للإشي المتوسط، خلينا نحكي كفندق 5 نجوم ولكن سعره متوسط، خلينا نحكي قاعة ممكن أو دور ممكن اندور، يعني بغض النظر. هلأ دورنا إحنا دور مهم تحقيق هذا السبب. نعم. إنه كل عروس تحلم من صغرها إنه يكون عرس مميز
أمام الأهل، أمام الأقارب، أمام الأصدقاء. ويعني إحنا واجبنا أن ننفذ هاي الرغبة عند العروس، ودور العريس هنا إحنا إنه يعني بده تأسيس عائلة رائعة مبنية على الصدق والمحبة في البيت. هلا أكيد إحنا بنقدم بعد حجز الكنيسة ومكان إقامة الحفل، بنقدم جزء من لست من الأشياء أو نفهم شو الأفكار أو السين اللي هم حابين، إيش الإشي اللي حابينه كعرسان كثيم يعني، خلينا نحكي وقاعد نتوجه للفصل اللي إحنا فيه ونشتغل هذا الثيم حسب الفصل. وفي ناس نشتغل لهم عرس تقليدي، نعم، يعني الأعراس القديمة، ولكن حسب رغبة هذول العرسان إحنا بنتوجه. نعم. أصبحت صراحة الأعراس دكتورة يعني خلينا نحكي في أعراس تسكل كاهل عرسان بالدفعات اللي بيدفعوها والبذخ وهاي الأشياء. نعم. إحنا بنحكي دائما عرس صغير إليجانس، مرتب، راقي، في مكان راقي ومرتب، مش ضروري بأعداد كبيرة، ممكن نشتغله بأعداد مختصرة، وصارت الناس تختصر لأنه صاروا يفهموا أنه هذا البذخ الزائد هو عبارة عن خلينا نحكي زيادة، يعني زي ما حكيناها في البداية هو بفضل كاهل الأرسان اللي في بداية حياتهم بدهم أسسوا بيت وبدهم أساس وبدهم أشياء. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. البابا فرانسيس: لنصلي معا لكي يعود جميع أسرى حرب غزة إلى بيوتهم. بطاركة ورؤساء كنائس القدس قلقون بشأن فرض ضريبة عقارية على الكنائس. البطريركية اللاتينية تدين عملية القصف الجوي الإسرائيلي لمدرسة العائلة المقدسة في غزة. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nursadjo.org. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.